أهلا بكم. كان الشباب أول ضحايا الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، ثم الفساد الحكومي الذي تفشى في كل أروقة الدولة العراقية، ومن ثم البطالة وعدم توفير فرص العمل المناسب لهم، ما جعل هذه الشريحة الاجتماعية المهمة تشعر بالإحباط والخيبة، والتي دفعتها لاحقا إلى تعاطي المخدرات والسرقة والعمل مع العصابات أو عصابات الجريمة المنظمة من أجل توفير لقمة العيش أو التفكير في ترك البلد والهجرة. واقع الشباب المسحوق في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف تأثرت شريحة الشباب في العراق بالأوضاع العامة التي خلقها الغزو الأمريكي للعراق عام 2003؟ وكيف ساهم الفساد الحكومي العام في مفاقمة أوضاع الشباب السيئة أصلاً في العراق؟ وما هي خطورة اضطرار الشباب العراقي للانخراط في الميليشيات وفرق الموت وبقية تنظيمات العنف المسلح على العراقي والمجتمع؟ وأين تكمن أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرة شباب العراق اليوم في ضوء حالة الانهيار شبه التامة في البلاد؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، حسين دلي. طالما كان الشباب والوطن ركنين متلازمين، نهوض الثاني مرهون بالدور الريادي للأول. وفي العراق حيث الوطن في عمق جراحه وأحلك ظروفه، لا بد من البحث عن الشباب أين هم وأي مكانة وضعتهم بها الحكومات المتعاقبة بعد الغزو. عقول جبارة ونخب تحدت صعوبات الحياة لتنهي دراستها الأكاديمية، وفي النهاية تبقى على رصيف الانتظار المر، لا وظائف ولا اهتمام حكومي، فتصبح البطالة والفقر العنوان الأبرز لواقع الشباب العراقي. لكن سوء الواقع الاقتصادي وثقل هم الإعالة يدفعهم إلى الخروج من الوطن بحثا عن العمل لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن لم يستطع يضطر إلى تحويل شهادته الأكاديمية إلى تذكار، ويجول الأسواق بحثا عن عمل بأجر متدن ليسد احتياجات ذويه. وفي حال عدمت وسيلة الوصول إلى أي عمل، يصبح الشاب العراقي فريسة للتسكع في المقاهي وتعاطي المخدرات هربا من واقعه، والبعض يجد في الانتحار العلاج الأخير لضغوط الحياة القاسية. وعندما يكون الواقع المفروض على الشباب العراقي بهذا الشكل، يجد قادة الميليشيات البيئة مناسبة لتجنيد الشباب في صفوف فصائلهم وبأجور زهيدة ليقاتلوا خدمة للمشاريع الإيرانية، وفوق جثثهم يعيد حكام طهران وأتباعهم في العراق طريق مصالحهم. تمزيق المجتمع بضرب أهم فئة عمرية فيه سياسة ممنهجة لوحظت في العراق منذ 16 عاما، لكن هذه الفئة العمرية ما توقفت عن المطالبة بحريتها ضمن وطن خال من عقلية حكم الإقصاء والطائفية وغير مرتهن للاحتلالات الأجنبية. وما التظاهرات الشبابية التي لم تهدأ في العراق إلا دليل على استمرار الحراك رغم العقبات، وصولا إلى غد أفضل يكون للشباب دور الريادة فيه. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في واقع الشباب اليوم في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. سيكون معنا من العاصمة القطرية الدوحة عبر سكايب الإعلام العراقي الأستاذ حسين دلي. مرحبا بالضيف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، الغزو الأمريكي ومن ثم المشروع السياسي خلق أوضاع شاذة في العراق بعد عام 2003، ما زالت تسير نحو الأسوأ. كيف أثرت هذه الأوضاع العامة سياسية وغيرها على واقع، على حالة الشباب اليوم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما هو معروف أستاذ ماجد أن الشباب عماد أي وطن، وهم الذخيرة اللي يعتمد فيها بالتطوير والنهوض وخطط التنمية في كل بلدان الدنيا تعتمد على الشباب، قدرات عقلية، قدرات ذهنية، قدرات تطوير وابتكارات عالية جدا تعتمد على هذه الشريحة من البلدان. ربما يعني بالنسب أعداد الشباب بالنسبة للسكان العراق، نسبة الشباب عالية، يعني في آخر إحصائية 27 فارزة 4 بالعشرة نسبة الشباب.
لكن الكارثة في ما حصل من عام 2003 لغاية الآن بعد 16 سنة إهمال شديد، وصولا إلى نتائج ربما بعض الأرقام توضح هذه الكارثة. يعني من الأرقام نسبة الذكور اللي دخلوا للتعليم 35% وتسعة بالعشرة، نسبة التحاق الإناث بالتعليم 28.8. هذا ما معناه أنه هناك 64.1% من الذكور لا يلتحقون بالتعليم، من الشباب، أنا أتكلم عن الشباب والعمر هم حاصرين، متحدثون عن الشباب من 15 إلى 29، تحدثون عن هذه الشريحة. عندما يكون 64.1% من أعداد الذكور لا يذهبون إلى التعليم، هذه كارثة. بالنسبة للإناث 71.2%، أيضا نسبة عالية جدا جدا. عندما تأتي إلى نسبة البطالة بالشباب، خريجين كليات ذهبوا إلى التعليم وتخرجوا قسم من عندهم، بعدين نسبة 40% من الشباب، من القوى العاملة الشابة، من خريجي الكليات، من المؤهلين لأن يشغلوا وظائف، 40% منهم عاطلين عن العمل. عندما تنظر إلى هذه الأرقام ستجد أن هناك واقع مخيف ومرعب في العراق. من تتحدث يعني الدراسات، عندما تقرأ في الدراسات تجد أن غالبية من وجدوا وظائف هي وظائف ليست منتجة، هي وظائف تتعلق بالميليشيات والقوى العسكرية. سنتحدث عن اضطرار الشباب للالتحاق بالميليشيات ربما. نعم. أنا لا أتحدث عن الأسباب، لكن أتحدث هاي نوعية الوظائف التي يشغلونها، يعني بطالة مقنعة. مقنعة بالضبط. وبالنسبة للإناث يعني قضية أخرى، الأمم المتحدة تحدث أيضا واحدة من الكوارث اللي يعاني منها الشباب بسبب البطالة، بسبب الإهمال، بسبب عدم وجود مستقبل وآفاق. طبعا أكثر من هذا العدد الموجود من الشباب، أكثر من 65% عندما أجروا عليهم استبيان يرغبون في الهجرة إلى خارج العراق، يرغبون في ترك العراق، عدا أنه أنت تركوا العراق أعداد هائلة من الشباب، يتراوح أعدادهم من 5 ملايين الذين تركوا العراق، أعدادهم لا يقل عن النصف من الشباب هم الذين تركوا. يعني الأعوام كثيرة من 2003 لغاية الآن، نتحدث العدد بحدود 1.5 مليون من الشباب اللي هم قدرات وطاقات ويمتلكون، غالبيتهم يمتلكون شهادات، يمتلكون على الأقل شهادة الكلية، يمتلكون البكالوريوس واختصاصات متعددة، يعني طاقة جاهزة ذهبت إلى دول أخرى تستلم على بالضبط. الأمم المتحدة أيضا واحدة من الكوارث اللي بسبب هذه الأوضاع اتجهوا إلى المخدرات. مخدرات تفشت بين الشباب، كل 10 شباب الأمم المتحدة تتحدث عن 6 يتعاطون، 3 منهم يتعاطون المخدرات و3 مدمنين، فإذا أنت عندك 6. سنتحدث عن يعني جنوح الشباب إلى هذه السلوكيات المنحرفة جراء البطالة، جراء العوز، جراء التي، عدم وضوح الحاضر والمستقبل. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هل ثمت جهل أو استهانة من الحكومات التي جاءت عام 2003 بهذه الشريحة الحيوية والمهمة، وهي الركائز الأساسية كما ذكر دكتور رافع في بناء المجتمع في أي مشروع نهضة، ولذلك تركت فريسة لهذه السلوكيات المنحرفة للأمراض، للضياع، للتيه، للإحباط الموجود الآن في العراق؟ جاهلة بهذه أهمية هذه الشريحة، أم أنها مستهينة، أم هناك أسباب أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤشرات والأرقام وما آلت إليه الأمور وعديد من العوامل التي كان يجب أن تقوم بها الدولة تجاه هذه الشريحة بالذات تشير إلى أنه ليس هنالك إهمالاً، بل هنالك تعمداً، هنالك قصداً ومعمل منهجي لمحاربة هذه الشريحة، شريحة الشباب، وحرفها عن القيام بدورها وما يجب أن تؤديه في تجاه بلدها. دائماً أي مشروع وأي عملية تغيير لابد أن يكون العنصر الأساسي فيها الشباب. هذا العنصر الشبابي
كأنه هذا المشروع مشروع الاحتلال، ومن جاء معه هو كان يخاف من هذه الطاقة، هذه الشريحة، ولذلك تعمد إهمالها في بعض الجوانب. ما الذي تخيفه؟ بما تخيفه هذه الشريحة؟ أنه التصدي للفساد، التصدي لمشروع الاحتلال بكل جوانبه وما نتج عنه من آثار جانبية عديدة، كالتهميش السياسي، الاستحواذ السياسي، كبت الحريات وغير ذلك. من يتصدى لمثل لهذا الأمر؟ من يتصدى للدكتاتورية، للظلم، لغيرها؟ هم شريحة الشباب، ولذلك كانوا في مقدمة التظاهرات والحركات الشبابية اللي بالضبط شهد العراق. ولذا أيضا قبل التظاهرات أيضا في مقدمة من تصدى للاحتلال الأمريكي ومشروعه هم كانوا الشباب. يعني نستذكر نحن اليوم حينما نتحدث عن هذه الشريحة التي آل الأمر إلى ما آلت إليه اليوم من أرقام مخيفة ذكر منها جانب كبير الدكتور رافع قبل قليل، لكن نتذكر هذه الشريحة كيف كان لها دور في بداية الاحتلال حينما تصدت للاحتلال بكل السبل، منها الجانب العسكري الذين كانت شريحة الشباب أو المقاومة العراقية الوطنية هي بالأساس معتمدة على هذه الشريحة، شريحة الشباب. كذا الجانب الأخرى، يعني التصدي للاحتلال سياسيا، إعلاميا، ثقافيا، ومنها كانت كما ذكرت التظاهرات على عدة سنوات، ونتذكر بشكل كبير مظاهرات 25 شباط، وأيضا ساحات الاعتصام التي كان عمودها الأساسي، قوامها الأساسي هم شريحة الشباب في المقدمة تنظيما، إدارة للمخيمات، لساحات التظاهر. كان هنالك حقيقة جهد كبير، لذا هذه الجهود حتى لا تؤدي إلى أي عملية تصدي والوقوف بوجه هؤلاء الفاسدين، رأينا أنهم كيف اعتمدوا مشاريع ممنهجة للتصدي هؤلاء عبر عرقلة أي عملية نهوض بهؤلاء الشباب، أي عملية تطوير لقدراتهم، الوقوف والتصدي أمام قضية التعليم وفتح الباب للبطالة، يعني منع فرص العمل وغير ذلك من الأمور. ثم بالمقابل ماذا عملت هذه الحكومات؟ أيضا هي أتاحت لهؤلاء الشباب منافذ أخرى كالمخدرات مثلا، وأشار الدكتور قبل قليل أيضا الميليشيات، وذكرتم أنتم في تقاريركم أمور أخرى، حتى ينصرف الشباب من الوجهة الحقيقية أو العمل الذي يجب أن يقوموا به إلى هذا الاتجاه الآخر الذي يكون فيه خراب عليهم، آثار عليهم وعلى البلد بشكل عام. أيضا سنتحدث عن خطورة هذا التوجه للشباب للانخراط في تنظيمات العنف المسلح، وأيضا إلى الجنوح نحو سلوكيات منحرفة. يعني هذا الخطر على سواء على الدولة وسواء على المجتمع أيضا، وعلى هذه الطاقة التي الآن في طور الإهداري والتضيع، بل على المجتمع الدولي أيضا، بل على المجتمع الدولي. حسين دلي في الدوحة، أول مساء الخير. مساء الخيرات أخي ماجد. ونحن نناقش أسباب تدهور واقع أو أوضاع الشباب عموما في العراق، تحدثنا طبعا أيضا ما بعد الغزو الأمريكي، وأيضا هناك أسباب أخرى، لكن هناك سبب رئيسي يبدو هو المساهم الثاني بعد الغزو، وهو الفساد الحكومي العام الذي ينخر في كل مفاصل وأروقة الدولة العراقية. كيف كان لهذا العامل المساهمة في مفاقمة أوضاع الشباب المتردية؟ أصلا أيضا الشباب في العراق خرج من مرحلة أيضا كان فيها سحق لهم، وهو مرحلة الحصار من 91 إلى 2003. كيف ساهم الحكومة أيضا الفساد الحكومي في مفاقمة أوضاعهم بعد 2003؟ شكرا أخي ماجد، شكرا للرافدين على الاستضافة، تحية لك ولضيوف الكرام وللمشاهدين. الحقيقة في موضوع الفساد يتعلق بأربع منظومات تعمل في العراق بعملية استثمار سلبي لطاقات الشباب وهدر هذه الطاقات وعدم الاستفادة منها، والعراق بأشد الحاجة خصوصا بعد 16 سنة من السنوات العجاف التي مر بالعراق بعد الاحتلال. هذه المنظومات أخي الكريم، أولا المنظومة السياسية، المنظومة السياسية الحكومة العراقية والحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى اليوم، هناك عملية إفساد ممنهج لطاقات الشباب وعدم الاستفادة منها، سواء في الخطط الحكومية، سواء في منظومة العمل الوزارات،
هناك كما نعرف الوزارات تباع علنا في سوق الفساد في بين الأحزاب السياسية. الأحزاب نفسها عندما يكتسب لها هذا الشباب لا تقدم الكفاءة والقيمة المادية والشهادة التي بحوزة هؤلاء الشباب، وإنما تقدم عملية الولاء للحزب على الهوية الحقيقية الوطنية. فلذلك هذه المنظومة السياسية عملية فاسدة لا يمكن الاستفادة منها في توظيف الشباب وتوظيف حقيقي لخدمة البلد وخدمة المجتمع. المنظومة الاقتصادية والمنظومة الثانية والأهمية والأكثر ارتباطا بموضوع حلقة اليوم عن الشباب هي منظومة لا تقل فزادا عن المنظومة السياسية. منذ 16 عاما الاقتصاد في العراق اقتصاد ريعي يعتمد اعتمادا كليا على النفط بأكثر من 90 إلى 95% من إيرادات الدولة. ليست هناك زراعة وليس هناك مصانع. كما نعلم الحكومات المتعاقبة ورثت من النظام السابق نحو 12 مصنعا رئيسيا في العراق. حتى قبل شهرين تدخلت الحكومة التي يرأسها الآن عادل عبد المهدي فألغت 6 مصانع وطلبت من الوزارات هيكلة وإعادة هيكلة 6 مصانع باقية، بينما الحقيقة أن الدول المجاورة للعراق حتى الضعيفة منها، لا نتكلم عن دول الخليج بل نتكلم عن الدول المجاورة التي ليست لديها ثروة نفطية، هناك مصانع تحتضن نسبة هائلة من الشباب في أروقتها وتستفيد من طاقاتهم. المنظومة الثالثة أخي المنظومة التعليمية التربوية. المنظومة التعليمية فاسدة، المناهج الدراسية ضعيفة، ليست هناك مواكبة للتطورات العلمية، ليست هناك استيعاب للمناهج الدراسية الحديثة سواء على المستوى المادي، الكليات العلمية الطبية الهندسية أو حتى على الكليات الإنسانية. المناهج متخلفة وليست هناك استثمار حقيقي للشباب ذكورا أو إناثا. فعندما يكون هناك منهج متخلف ماذا تتوقع أن يستفيد من الشباب، وماذا نتوقع من الطلبة الخريجين سواء على مستوى المدارس أو على مستوى الكليات. المنظومة الرابعة وهي المنظومة أيضا مهمة جدا، المنظومة القيمية الأخلاقية. اليوم المجتمع العراقي يعاني من إشكاليات حقيقية. أولا غياب الهوية الوطنية الجامعة، ليست هناك عند نسبة كبيرة، حتى لا نعمم ونقول كل الشباب، لكن نسبة كبيرة وخاصة المرتبطين بفلك الأحزاب التي تقوم عليه أساس الحكومة الأحزاب الرئيسية، ليس هناك حب وطن، ليس هناك تضحية، ليس هناك عمل، ليست هناك خلاص. هذا أركان المنظومة القيمية الأخلاقية، بل يتم تغليف الهويات الثانوية مثل ما قلنا القومية الطائفية الفئوية على حساب الهوية العراقية العليا الجامعة التي ممكن أن نقولب ونصوغ منها شباب عاملين يهدفون إلى خدمة العراق كبلد وخدمة المكونات العراقية. نعرف أن العراق يتكون من إثنيات وقوميات وفئات طائفية مختلفة، وكانت على مدى التاريخ عامل قوة، لكنها اليوم للأسف عامل هدم في هذه المنظومة. طالما دكتور رافع أشار الأستاذ حسين دلي إلى قضية أيضا عملية الزج بالشباب في أتون الفساد وبيع المناصب واعتماد معيار الطائفة أو الحزبية وتلويث أيضا هذه الشريعة بملوثات يعني المشروع السياسي الذي جرى في العراق، أي خطورة أيضا على المجتمع من أنه تعتمد هذه المعايير في تشغيل الشباب، في ابتزاز هذا الشباب في لقمة عيشة، في المساومة أيضا على مصدر أو على وظيفة بسيطة؟ أستاذ ماجد، هو أساساً يعني لماذا يكون لديك هذه المجموعة من الشباب التي تستطيع قوى معينة أن تبتزهم وتدفع بهم بهذا الاتجاه؟ نعم. يعني مثل ما تحدثتني قبل قليل بالبداية قلت أنه من العراق من الدول الجيدة أو المتطورة في أعداد الشباب، نسبة الشباب من السكان عالية جداً، هذه ليست جيدة في كل بلدان الدنيا. يعني نسبة الشباب عندما تكون في بلد اقتصاده قادر على أن يوفر فرص عمل تكون جيدة جدا، لكن في بلد أنت تولد نسب عالية جدا من الشباب، يعني تولد أيدي عاملة، وهناك قصور في سياسة اقتصادية أو هوجاء لا تستطيع أن توفر لهم فرص عمل، إذن هناك خلل كبير في الموازنة يذهب بسببه الشباب إلى أن تخلق فرص عمل، تذهب هذه
هذه الشريحة الكبيرة من الشباب سنويا نحن ندفع إلى سوق العمل ما بين 800 ألف إلى مليون شاب ندفع إلى سوق العمل بدون عمل، يعني جاهزون لسوق جاهزون العمل، للعمل. ليس هناك من سوق، ليس هناك من سوق. نعم. أنت تدفع سنويا بحدود المليون شاب إلى ساحات البطالة. هؤلاء يحتاجون إلى أن يبني مستقبل، خاصة دكتور في أن يعيل عائلته، إذا سمح، في ظل عشوائية وفوضوية في المنظومة الدراسية خاصة في الجامعات، أيضا أصبحت عملية استثمار. هذه جزء من جزء من الكارثة، لأنه أنت قيم ما موجودة، قيم وطنية غير موجودة، تنشئة غير موجودة، فبالتالي هو انتماءاته انتماءات عشوائية وانتماءات غير طبيعية، ولا يجد فرص من العمل، لا يوجد فرص عمل. يعني لاحظت بعض التقارير تحدثون البعض يقابلون الشباب يقول له أنت يعني ما الذي تحمله؟ يقول أنا خريج فلان كلية، لدي بكالوريوس هندسة مثلا، ويعمل على بسطية. لماذا؟ يقول أنه المطلوب من عندي أن أدفع 10,000 دولار رشوة كي يجدوا لي وظيفة. هذه 10,000 دولار أنا لا أمتلكها، وإن وجدت من يسلفني هذه 10,000 كيف سأسددها؟ الراتب اللي أحصل عليه هذا لا يفي هذه القضية، وأنا أحتاج إلى أن أعيل أهلي وأبني مستقبلي وأتزوج. لدينا في العراق نمو سكاني الحقيقة، كان لدينا خلال السنوات الماضية عدد الولادات عالية، فبالتالي يكون نمو سكاني ودفع إلى المجتمع يعني أعداد كبيرة من الشباب. الآن بدأ ينخفض هذا، انخفض هذا النمو، ينخفض بسبب أن هناك عزوف عن الزواج بسبب الحالة الاقتصادية، عزوف كبير عن الزواج، نسب الطلاق عالية جدا، هذه كلها تؤثر. لكن مع ذلك نسب الذين أعداد الذين يرغبون في العمل أعداد هائلة. عندما يدفع إلى سوق العمل بين 800 إلى مليون مواطن عراقي شاب أعمارهم هذه اللي حددناها بين 15 أو 29 أو حتى إلى 39 وال 49، حتى هذا العمار، هذه كارثة كبيرة. إما أن يتجه إلى الدخول بالميليشيات والعصابات لتحصيل رزقه، اتخاذ طريق سيء، أو يذهب إلى الخارج، أو يلتجئ إلى المخدرات لكي يكون خارج الزمن وخارج الحسابات وخارج. سنتحدث عن انعكاسات أيضا هذه السلوكيات إذا سمحت في الحلقة. وكان أيضا لدينا يعني عدد من الخريجين استطلعت آرائهم عن التحديات التي يواجهونها، عن المصاعب التي يواجهونها، خاصة وأنهم أيضا يعني خريجون وطبعا من مدن مختلفة في العراق. نشاهد يعني هذه العينة من الخريجين ومعاناتهم، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن واقع الشباب المسحوق في العراق. الرحمن الرحيم. طبعا فيما يخص مشكلة الشباب العراقي، مشكلة أزلية، يعني على مرور أكثر من 15 عام لا زال الشباب العراقي يستجدي التعيين في كل مكان. البعض اضطر أنه يتوجه إلى القطاع الخاص الذي هو أصلا قطاع يعني منتهي. البعض الآخر اضطر أنه ينتمي إلى أحزاب امتصت قوت الشباب العراقي. حقيقة يعني كل الجهود التي تعاقبت على هذه الفئة وهذه الشريحة من المجتمع العراقي لا زالت قاصرة عن انتشال هذه الشريحة المهمة من البؤس والحرمان والبطالة. لذلك نلاحظ ازدياد مضطرد في نسب الجريمة ونسب تعاطي المخدرات، وأيضا عدم وجود أي اهتمام من قبل أي حكومة، لا حكومات محلية ولا حكومة مركزية وضعت خطة واستراتيجية ممنهجة لإنقاذ الشباب العراقي من هذا الوضع المزري حقيقة. بعد هذا حقيقة ما نعول على أي حكومة من الحكومات سواء كانت سابقة أو اللاحقة بانتشال الشباب العراقي من مشكلة البطالة، المشكلة الأزلية. لذلك أجد أنه الشباب العراقي يجب أن يصنع المستحيل، يجب أن يطالب وبقوة باستحقاقه الذي يعني يضاهي أو يوازي ما موجود في دول الجوار. طبعا هي أغلب مشكلة الشباب حاليا الخريجين هي البطالة، يعني من 2003 لحد الآن يعني ما استفاد من الحكومة اللي اجت، يمكن 3 دورات، هاي الدورة الثالثة ما قدمت للشباب فرصة عمل.
يعني الشباب يتخرج ياخذ شهاده عليا، والبعض حتى وصل شهاده دكتوراه هو ما حصل فرصه عمل. لذلك شوف الشباب اليوم تايه بالمجتمع العراقي، لا شركه يشتغل بها ولا وظيفه، وتشوفوا حتى يعني جاي يعانون من مشكله الزواج. يعني غير الشباب تلقاه اليوم وصل اعمارهم تجاوزت السن المحدد للزواج وما متزوج، وها كلها تحملها مساله الحكومه. يعني اغلب اللي قاعدين بالبرلمان العراقي اليوم يمكن احنا كشباب عندنا شهادات اعلى منهم، لان يعني انت تعرف الدوره اللي راحت يمكن 34 واحد يحمل شهادات اعداديه، بينما تشوف اللي يحمل شهاده دكتوراه والماجستير هو قاعد بدون عمل. وهي مشكله، هاي لازم تنظر بها الحكومه. يعني لازم يكون تدخل حل جذري من الحكومه، كل وزاره تهتم بعملها بشبابها. يعني ماكو اي فرص عمل، الشباب جاي تروح شوف اليوم الجرائم اللي تكثر. انا بالدوام بالمحكمه خريج قانون اشوف جاي شباب جاي ترتكب جرائم، هذا اللي يسرق، هذا اللي ينحرف عن طريق، هذا وهذا كله تحمله. طبعا مطالبنا كشباب نطالب الحكومه المركزيه توفير فرص عمل. يعني حاليا احنا الشاب مثل يتخرج زين، شنو مستقبله وراء التخرج؟ ياخذ الشهاده ويروح للبيت. يعني ماكو اي فرصه عمل للشاب العراقي بهذا الوقت. يعني الحكومه المركزيه فقط مهتمه بمصالحها العامه، المصالح المواطنين معدومه انعدام كامل بهذا البلد. يعني هسه اغلب الشباب لما نساله او نشوف وضعه يعني صفر تحت صفر. فنطالب الحكومه المركزيه اولا توفير فرص عمل، يعني توفير فرص استثمار للشباب، دخول شركات. الشركات طبعا غيرت كثير من الواقع الموجود بدولتنا. يعني من تدخل شركة استثمار تستقطب أكيد طاقات الشبابية، وهالشيء انعدم يعني بشكل تام. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في الحلقة التي تبحث في واقع الشباب المسحوق في العراق. طبعا ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني معنا من العاصمة القطرية عبر سكايب الإعلام العراقي حسين دلي. دكتور عبد الحميد العاني، هذه عينة من الشباب من جنوب العراق تتكلم بمرارة عن واقعها، بإحباط، بخيبة أمل، بيأس كامل. وطبعا أيضا هناك من يفكر بعد حالة اليأس بمغادرة العراق، بالهجرة إلى الأبد. ما هو الثمن الذي يدفع من اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا من جراء هذه الحالة الموجودة أو عدم الاهتمام بهذه الشريحة؟ نعم، هذه يعني حقيقة الذي استمعنا إليه هذه الشريحة أو هذه العينة هي عينة واقعية فعلا، يعني تعبر عن ملايين الشباب في العراق للأسف، وما تحدثوا به هو جزء من مأساة هؤلاء الشباب وليس كل المأساة. ما جرى لهذه الشريحة هو قتل، والقتل جريمة، قتل للأمل وقتل للطموح. لاج الطموح عند هؤلاء هذه الشريحة لا سيما كما رأينا، يعني ليس قضية تحليل وإنما هذا واقع يتحدث به هؤلاء الشباب. حينما يقتل الطموح يقتل الأمل عند هؤلاء، لا سيما في بلد نحن نعلم الطاقات الشبابية والطاقات العقلية لدى المواطن العراقي الذي كانت الشهادة فيه من أعلى المستويات وتباهى بها الجامعات العالمية. كان هنالك إبداع، هنالك يعني طاقات مبدعة، ابتكارات لدى هذه الشريحة. اليوم لا يوجد منهج تعليمي حقيقي لاستيعاب هؤلاء الشباب ولا استيعاب هذا الإبداع أو تنميته. العراق لا يوجد فيه أي مشاريع تنمية، لا يوجد فيه أي تخطيط. التخطيط الوحيد الذي يجري في البلد هو قضية كيف يحافظ هذا السياسي على منصبه، على كرسيه، وكيف يعوض ما دفعه، لأن الكرسي كما يتحدثونهم الكرسي يشتريه، فكيف يعوض المبلغ الذي دفعه؟ الثمن هذا كله هو من هي هذه الشريحة التي بدأ هؤلاء الناس، هؤلاء الشباب بدأوا للبحث عن البديل. لا يوجد أمل في العراق، لا يوجد تعليم حقيقي، لا يوجد عمل، اللي هو كما ذكر الدكتور قبل قليل البطالة وذكرت هذه الشريحة. فإذا ماذا يعمل الشباب؟ هنالك اتجاهات، فمنها أنه البحث عن الهجرة. فالهجرة حينما يهاجر هؤلاء إلى خارج العراق ستنتفع منها تلك البلاد التي يهاجر إليها ربما هؤلاء الشباب، والبلد هو الخاسر الوحيد وعلى كل المستويات. لأنه أنت إذا استنزف البلد من هذه الشريحة سيكون هنالك هو عمورية في شرائح المجتمع، وسيرى العراق في المستقبل آثار هذا. بالمناسبة هنا يعني
ذكر قبل قليل أيضا دكتور رافع قضية الإحصاءات. طبعا هو لا يوجد إحصاء رسمي لكنه وزارة التخطيط ما تشير إليه هنالك أيضا تراجع في نسبة الشباب يعني بين في هذه الإحصاءات. يعني هذه مأساة. أيضا لا ننسى أنه خاصة السنوات الخمسة الأخيرة التي شهدت معارك كبرى تدميرية لعدد كبير من المحافظات والمحافظات المهمة كالأنبار والنينوى، نينوى الموصل المدينة الثانية في العراق بعد بغداد، هؤلاء أين كان قضى شريحة الشباب، أين قضوا خمسة سنوات من عمرهم في مخيمات النزوح؟ فهذا كله قتل آثاره بعيدة المدى. أيضا الحقيقة يعني واحد من التقارير وربما الأخير للهيوم الرئيس وورد تتحدث عن أنه في العراق من 250 ألف إلى مليون مختفي أو مخفي قسريا، معظمهم في مرحلة ما بعد عام 2003. وطبعا هؤلاء هم كلهم من الرجال. حسين دلي في الدوحة، يعني من نتائج الإحباط، اليأس، عملية التيه، عدم الوضوح، هو جنوح هذا الشباب إلى سلوكيات منحرفة كتعاطي المخدرات، كالذهاب إلى عصابات الجريمة المنظمة، السطو المسلح. أي ثمن يدفعه المجتمع من جراء هذه السلوكيات المضطرة لهذه الفئة، جراء البطالة، جراء عدم وضوح الحاضر والمستقبل، عدم الاهتمام، المجتمع ما الذي سيدفع من هدوءه، من تماسكه، من اطمئنانه؟ طبعا أخي الكريم، أنا ما زلت أذكر أيام المظاهرات في البصرة قبل 6 أشهر، هناك شخص تحدث عن مسألة مهمة جدا تدخل في صلب الموضوع. قال أن الحكومة العراقية وخاصة المشاريع النفطية في جنوب العراق لا تقبل الشباب للانتساب في هذه المشاريع أو التوظيف فيها، وإنما تأخي بعمال آسيويين. فقال السبب في ذلك وهو مصيب أن هذه الإجراءات، الشاب لكي يعيش ولا يجد وظيفة يضطر للقبول بما هو موجود. ما هو الموجود؟ أن تنخرط بالميليشيات. هو في حين تقريبا يتكلم عن 3 أو 4 سنوات ماضية عندما كانت الحرب في سوريا والحرب مع تنظيم الدولة داعش في العراق، فيقول يضطر الشباب بسبب هذا المنع وهذا التوظيف السيء للشباب أن ينخرطوا في هذه الميليشيات، وبالتالي أن يذهبوا للقتال في سوريا أو العراق، وإذا قتلوا قل لن يسأل عليه بحث وهو مصير. نعم. هذه نقطة مهمة تبين لنا أن الشباب عندما سنتحدث إذا سمحت لي سنتحدث عن خطورة إذا سمحت لي حسين دلي سنتحدث عن خطورة الخطورة على العراق وعلى جوال العراق في انخراط الشباب في تنظيمات العنف المسلح الطائفية العابرة. نتحدث عن قضية الجريمة المنظمة، العنف المسلح، العفو السطو المسلح، عن المخدرات، عن السلوكيات المنحرفة، السلوكيات يعني اللا أخلاقية الموجودة الآن، يعني تتحدث التقارير عنها، اضطرار الشباب للذهاب إلى هذه المسائل. نعم. أنا أريد أن أضع هذه المقدمة لأربط بالنقطة التي تسأل عنها حضرتك. فضل. وهي عندما لا يجد هؤلاء الشباب هذه الفرصة، عندما انخرطوا في الميليشيات، ونحن نعرف ما هو المنظومة القيمية والعقدية التي تتحكم بالميليشيات، نعرف أن هؤلاء سيتجهون إلى مستقبل مجهول. هذه الميليشيات معظمها متهمة بأنها تورد المخدرات وهي مرتع للمخدرات، وبالتالي يخلق لنا آلاف جديدة من الشباب عبارة عن أمراض متنقلة، عبارة عن أسلحة للجريمة بين المجتمع. هناك نقطتين مهمتين في منظومة المخدرات الجديدة والحديثة على ثقافة المجتمع العراقي، وهي دخلت بعد 2003 واستشرت خلال السنوات الخمسة الأخيرة. المخدرات، العراق كان أضف الدول العالمية بوفق إحصائيات الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بالمخدرات قبل 2003 رغم الحصار، لكن بعد 2003 بدأت تتسرب شيئا فشيئا جريمة المخدرات ونقلها. تتحمل المسؤولية تتحمل المسؤولية عن إغراق السوق العراقية بالمخدرات جمهورية الأرجنتين تعتقد؟ طبعا أخي، جمهورية الأرجنتين المجاورة المحاذية على الحدود الشرقية لأكثر من 800 كيلومتر مسؤولة مباشرة، كما قال رئيس الوزراء العراقي الذي ذهب من 800 كيلومتر إلى 8000 كيلومتر إلى دولة في أقاصي الدنيا للحديث عن تهريب المخدرات. أعود الكلمة الرئيسية أنه الحدود الإيرانية اليوم منفذ الشرامشة باعتراف كل
المسؤولين ومنهم رشيد فليح قائد عمليات نعم. البصرة قال 80% من المخدرات تدخل من الجارة الشرقية إيران. الميليشيات المرتبطة بإيران هي الممرر الرئيسي لهذه المخدرات، وإذا علمنا أنها الممرر الرئيسي فهناك عملية تجارية، عملية موارد لهذه الميليشيات، رغم أنها تتقاضى مليارات من الحكومة لكنها تعتمد على المخدرات. خليني أسألك إذا سمحت أستاذ حسين. حسين دلي، عملية المتاجرة بالمخدرات، إغراق السوق العراقية بالمخدرات، هل تعتقد أن هذه القضية تستهدف عملية تجارية بحتة، تستهدف أرباح، أم أن القضية ربما فيها بعد يعني مخطط ممنهج لتدمير هذه الطاقة الشباب في العراق؟ القضية التجارية فقط فلوس وغير، لو القضية أيضا هناك من يسعى لتحطيم هذه الطاقة أو الركيزة المهمة في المجتمع والدولة، لأي دولة والمجتمع؟ طبعا هو البعدان معا، الذي يورد هذه التجارة الممنوعة من المخدرات لابد أن يسيب تجاريا ولا يبالي بمن يتعاطاها، لكن واضح أن الفئة الرئيسية أو الجهة الرئيسية التي تدفع لإغراق العراق بهذه المخدرات لديها أسباب كثيرة، منها إفساد هذا المجتمع، تدمير هذا المجتمع. المخدرات الآن هي أحدى أكبر الآفات العالمية التي تعاني منها المنظومات القيمية الأخلاقية في المجتمعات الدولية. أنا أسوق الآن رقمين رئيسيين عن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قالت أولا أن الفئة بين 14 سنة و 19 سنة وهي زهرة الشباب في السكان هي تتعاطى المخدرات في العراق بالنسبة الأكبر ضمن من يتعاطاها. أشكر. اليوم خلال 2018 هناك أكثر من 8000 شخص تم توقيفهم من قبل الشرطة والأمن العراقي بتهمة المتاجرة أو التعاطي، طبعا نتكلم عن 8000 وهناك قطعا آلاف أخرى لم يتم التوصل إليهم أو لم يتم الوصول إليهم لأسباب كثيرة. شكرا للإعلام العراقي الأستاذ حسين دلي، كان معنا من العاصمة القطرية الدوحة عبر سكايب. دكتور رافع، واحدة من أخطر تضييع الشباب أو عدم الاهتمام بهم أو شعورهم بالإحباط واليأس هو أن هناك طريق واحد أمامهم وهو الالتحاق بالميليشيات وفرق الموت وبقية التنظيمات العنف المسلح في مشروع واضح، مشروع طائفي حتى عابر لحدود العراق. شباب العراق يقاتلون ضمن الميليشيات في العراق، في سوريا، في اليمن، في مناطق أخرى. يعني خطورة اضطرار هؤلاء الشباب أن يلتحقوا بهذه التنظيمات الطائفية، أن يكونوا وقودا لهذه الحرب. طبعا دعني أقول لك أنه العراق ثالث بلد عربي بعدد الوفيات من الشباب، نعم، بأعلى معدل الوفيات في الشباب، وهو من بين الدول العشرين الأكثر وفيات في الشباب بالعالم. هذا يعود محرقة، هذا يعود إلى أنه هناك حروب وهناك عصابات وهناك ميليشيات تستغل هؤلاء وتدخلهم في هذه المحرقة، إضافة إلى هناك مظلومية كبيرة في السجون، في مخيمات النزوح مثل ما أشارها أخي الدكتور عبد الحميد. هؤلاء كلهم في إعداد، كثير منهم يدخلون في هذه النسب، نسب الوفيات العالية من الشباب. إضافة إلى هذه القضية أن العراق واحد من البلدان الأكثر تعاسة بالعالم، واحد من البلدان العشرة الأكثر تعاسة بالعالم، وأخذ المرتبة الأولى لسنوات عديدة أكثر البلدان تعاسة. هذه كلها ينعكس على الشباب، فرص عمل غير متوفرة. حتى هذه الميليشيات تستوعب أعداد معينة، لا تستوعب كل الشباب، فبالتالي الباقين من الشباب ليس لدي أمامهم فرصة إما أن يذهب إلى الخارج العراق ويرمي نفسه في هذه المراكب عبر البحار وهو ونصيبه، أن يصل أو لا يصل، يصل يجد فرصة للحياة أم لا يجد، أو يتجه إلى المخدرات وتصيب الأمراض والعقد والمصائب الكبيرة بهذا الاتجاه. فعسكرة المجتمع بهذه الطريقة وإدخال الشباب بها هذا سحق قدرات البلد على الإبداع. هذا البلد يعرف أنه ليس فيه خطط تنموية، ليس فيه قدرة على استيعاب الشباب، في بلد ليس فيه صناعة، ليس فيه زراعة، الشباب أين يذهب؟ البلد مستهلك كله، أين يذهب الشباب؟
وبالتالي انت عندك قدرات شبابيه عاليه جدا جدا، يذهب بسبب البحث عن المال يذهب الى هذه الميليشيات وهذه العصابات لكي يوفر قوت يومه. نعم. حتى في اقل المستويات المهم ان يوفر قوت يومه، لكن مع دخوله الى الميليشيات هذه والعصابات المخدرات، نتحدث عن المخدرات والامراض التي جاءت بها خارج هذا السياق، لكن عندما تجد انه 72% من القوات الامنيه والقوات الميليشياوية هذه المرتبطه به يتعاطون المخدرات. نعم. هذه كارثه كبيره، اضافه الى انه كل 10 من الشباب العراقي 6 منهم 3 يتعاطون و2 مدمنين و3 مدمنين، تجد ان النسبه عاليه جدا. لذلك تحول البلد، اقرا احصائيه مثلا من 70 من عام 1970 لغايه عام 1990 20 سنه لم تمسك الدوله سوى 2 من تجار المخدرات واعدمتهم. نعم. هذا مو دفاعا عن النظام، لكن اليونسكو الامم المتحده كانت تتحدث ان العراق واحد من البلدان القليله في العالم الخاليه من المخدرات. هذا جزء من قتل الشباب، جزء من تدمير البلد. الامم المتحده تتحدث اذا ما تفشت، اذا ما بقي هذا المستوى من المخدرات والاهمال للشباب خلال 10 سنوات، العراق ذاهب الى التدمير النهائي. ومن لم يقتل بنيران الامريكان او نيران الميليشيات سيقتل بالمخدرات. نعم. وببقيه الامراض. دكتور عبد الحميد العاني، قد يكون مفهوم ان يزج الشباب في حروب او حرب ما يسمى الارهاب داخل العراق، لكن غير المفهوم ان ينقل هؤلاء الشباب في ساحات حروب اخرى خارج العراق، الى سوريا، الى اليمن، لخدمه من؟ هل للعراق مشروع في سوريا، في اليمن، في لبنان؟ يعني قبل هذا اسمح لي أضيف على ما ذكره الدكتور قبل قليل وأشار إلى أرقام مهمة ونقاط جوهرية. ذكر جملة قال أن الشباب في العراق من أكثر البلدان تعاسة، لذا هنا تقول المؤشرات والإحصاءات أنه تزايد أعداد الانتحار بين فئة الشباب في العراق. نعم. أيضا ما ذكر قبل قليل في قضية الميليشيات وهذا له علاقة بالكذا، هناك أيضا طبيعة هذه الحرب وطبيعة مشاركة هؤلاء الشباب. نحن رأينا كيف أن خلال هذه السنوات الممارسات التي اتبعتها هذه الميليشيات والتركيز على أو يعني محافظة أو حمايتهم للانتهاكات، يعني هذه الأجهزة الحكومية والدول العامل رأيناها تحافظ وتحمي انتهاكات هذه الميليشيات. كان هنالك صناعة رموز إجرامية، هذه الرموز الإجرامية بمعنى أنه هذه الفئة، فئة الشباب، هؤلاء قدوتكم، فصناعة مجرمين ومجرمين دوليين. سؤالك هنا أيضا. نعم. هو أنه لا، العراق هو أصلا هو جزء من مشروع دولي. الموجودون الآن في العراق أدوات لتنفيذ مشروع دولي لاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، والخاصة هنا المشروع الإيراني الذي ينفذ عبر الشباب الذي جاء يدعي حماية مظلوميتهم وغيره، جعلهم محرقة لمشروعه خارج داخل العراق وخارج العراق. والقضية لا تتعلق بمصلحة العراقي أو بل العراق هو الذي يدفع الثمن. أشكرك. وعلى حساب أمنه ومستقبله. شكرا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وشكرا للإعلام العراقي. الأستاذ حسين دلي كان معنا من العاصمة القطرية الدوحة عبر سكايب في هذه الحلقة التي بحثت في واقع الشباب في العراق في حقبة ما بعد عام 2003. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال أو للاستماع إلى خلاصة النقاش مع دكتور رافع الفلاح.
دكتور، فئة الشباب طبعا مورد، بل هو المورد الأهم، المورد البشري في العراق، أيضا عانى من عملية تضييع، من عملية إهدار، من عملية سحق، ويبدو أن العملية مستمرة. ما لم يتدارك هذا الشباب، هذه الشريحة تدارك نفسها في مسار ما، في تحرك ما، وإلا فإنها حال حال بقية موارد العراق الأخرى التي سحقت في مرحلة ما بعد الغزو والعملية السياسية اللي صممت على أثره. فعلا أستاذ ماجد، الشكوى، بث الشكوى يعني لا ينفع فقط، يعني تبث الشكوى، الشباب كلهم يبثون شكوى، وليس هناك مصغي من الحكومة، لا مصغي ولا 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 وجود للحلول. هم يبحثون عن فرص العمل، هذا البلد يحتاج إلى خطط تنمية تستوعب كل هذا الشباب، وهذا النظام مؤسس على عدم القيام بأي خطط تنموية، هو قتل الصناعة وقتل الزراعة وقتل كل نواحي الإنتاج في العراق، وحول العراق إلى بلد مستهلك وشعبه إلى شعب مستهلك. فبالتالي ليس أمام وهو الشباب أن يعني لا يتمتع بحقه في الحياة، لا يتمتع بحقه بالتعليم، بفرصة بالوظيفة، في فرصة العمل، عندما لا يتمتع. أليس غريبا دكتور، أحزاب السلطة صنعت عدو مهم وخطر في المجتمع لها، وهو شريحة الشباب، صنعت عدو. المشكلة في هذه الأحزاب أنها بلا وعي، بلا 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 فكر، بلا بلا عقل أساسا، جاءت من أجل السرقة، من أجل النهب، ومن أجل تخريب البلد. فإذا ما انتبهت إلى شريحة الشباب فهي تبني، وهي هذه ليست وظيفتها، نعم. هي جاءت لتخريب البلد. فبالتالي على الشباب، هذه الشريحة الكبيرة المتضررة أساسا، واللي يقع عليها تقع مسؤولية النهوض بهذا البلد، إنقاذ هذا البلد. الشباب هم كما أنها ضحية كبيرة، نعم، هم الضحية، وهم يتحملون مسؤولية إنقاذ هذا البلد. فعليهم أن يفكروا، هذه الدولة، هذا النظام، هذا الشكل من النظام لا يجدي، لا يمكن أن يقدم لهم شيئاً. الحياة يجب أن يأخذوا، وقد جربوه خلال 16 سنة، نعم 16 سنة، وفرصة الحياة هم يصنعونها. أشكرك دكتور، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكراً جزيلاً.